السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في الفيديو إن شاء الله غادي نطلقوا سلسلة التمارين الجديدة اللي هي سلسلة التمارين لي موليكول اي لي زاتوم. دونك غادي نبداو بأول إكزيرسيس، وغادي تلاحظوا هاد ليزيكسيس كتفوتوا الفوض أن مجموعة ديال التمارين إلا غتكون تقريبا في الفروض ديال جميع الأساتذة تقريبا. دونك دون لي فراز سي دو سو بار لو مو أو لا فورمي أون غرا كي كونفيان. دونك هنايا عندنا هاد المصطلحات غادي نختاروا بهم واحد صحيح. دونك غادي نديروا واحد العريضه تحت كل جواب صحيح. دونك عندنا اول فقره، اول جمله باردون، اللي هي لو ديوكسيجين اي تان اتوم ولا اي موليكول. دابا انا التلميذ خصو يكون يعرف الفرق ما بين اتوم وموليكول، وغادي نوليو لهاد لي فواحد التمرين اخر، كيفاش الفرق ما بين اتوم وكيفاش الفرق ما بين موليكول. دونك لو ديوكسيجين ثنائي الاكسجين، دونك كتلقى كلمه ثنائي يعني دي كيعني بلي فيه جوج ديال لي زوكسيجين، يعني اوتوماتيكمون راه سي با اون اتوم. Donc, ah pardon, un atome. Donc c'est une molécule. Fait juge de l'oxygène. Je fais un badalage. L'hydrogène. L'hydrogène, tout simplement, راه مكون غير بذره واحده اللي هي ذره الهيدروجين. Donc est un atome. راه la réponse baina est un atome. Donc عندنا اخر جمله اللي هي le modèle de l'atome. هذو خصكم تكونوا عارفين لي موديل. لي موديل هما دوك لي سفير اللي كنا رسموهم، الكريات اللي كنا نمثلوا بهم الذرات ديالنا. Donc le modèle de l'atome de carbone est الكربون. كما كنا شفنا ان الكربون كيكون باش تعقل عليه انه موجود في المواد اللي كتكون فيها الفحم، يعني الشربون سواء ديال لو بوا سواء ديال لي روش، دونك سواء الحجري سواء الخشبي. دونك هنايا لو موديل دو لاتوم دو كربون غتعقل بلي اللون ديال الفاخر هو كحل، اللون ديال الشربون كحل اسود. دونك غتعقل على الكربون بلي يتون سفير نوار، وهنا يعطيوك سفير روج. سفير روج راه هو هذاك الاكسجين، ها هو الجدول اللي جبنا به هذه الاجوبه. دونك خصك تكون هذا الجدول تكون عارفينه، يعني عارف لو نون دو لاتوم لو سامبول والموديل دو لاتوم. هاد الخمسه هما الالوان اللي كيهمو التلميذ في الثانيه اعدادي، الهيدروجين الكربون لازوت والاكسجين والكلور. يعني خصك تكون عارف الكريه ديالهم الالوان ديالهم كي داير. كما حنا شفنا هنا الكربون عنده واحد السفير نوار، لي زوت خصك تعقل عليهم. نفوتو ليكزيرسيس نيميرو 2، كومبليت لو طابلو سويفون. هاد التمرين مهم، كيفاش تفرق ما بين موليكول واتوم؟ هاد السؤال ماشي غير مهم للتامنة، مهم حتى السنوات المقبله. كيفاش نفرقوا ما بين موليكول واتوم؟ غادي ناخذ باغ اكزومبل برومي اكزومبل اللي عندنا هنا اللي هو H2 اللي هو دي هيدروجين، ثنائي الهيدروجين. ولا قبل بدا نشوف واش هو التعريف ديال الموليكول والتعريف ديال الاتوم. دونك موليكول هي باللغه العربيه جزيئه، الجزيئه هي مجموعه من الذرات، مجموعه من الذرات. وباقي التعريف طويل، مجموعه من الذرات المتشابهه والمختلفه المترابطه فيما بينها. دونك هو مجموعه من الذرات، يعني ماشي غير ذره وحده، تلقى فيه مجموعه. مجموعه كتعني زوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني اوتوماتيكمون انفو كتشوف العدد بعد. هذه اول حاجه، انفو كتشوف شي رمز وحده عدد راه اوتوماتيكمون موليكول. عاد نشوفوا هاد واحد الاستثناء اخر نشوفوه من بعد. دونك لاتوم كتكون غير من ذره واحده، من ذره واحده، يعني تلقى ذره واحده مكتوبه تما، يعني فيها لا عدد لا حزان. اذا دونك الموليكول الجزيئه مثلا H2، هذا H2 فيه زوج مكتوبه، حتى واخا ما تعرفش واش هو ثنائي الهيدروجين، ولكن تلاقيت هنا مكتوبه زوج، وحنا قلنا بلي الجزيئه كتكون مجموعه من الذرات، اذا هذا اوتوماتيكمون راه موليكول. نفوتوا للاو، بعدون الاو اللي هو الاكسجين ديالنا. تلاحظوا بلي هذا رمز ديال واحد الذره، ولكن ما حداه لا عدد لا حتى شي حاجه، اذا هذا راه اوتوماتيكمون اتوم. نفوتوا هذا C4H10، لاحظوا انه اول حاجه كيتكون من جوج ديال الذرات مختلفه اللي هي السي والاش، والعدد ديال الذرات راه هو 14 لواحد، يعني 4 ديال الكربون و10 ديال الهيدروجين. دونك هنايا هذا راه 100% راه موليكول. نفوتوا لهذا، هذا السي ال، هذا ال راه مينيسكول، هذا الكلور. هذا من الاستثناءات اللي خصكم تكونوا عارفينهم، يعني مثلا هذا اللي كيغلطوا فيه مجموعه ديال التلاميذ، مثلا هذا السي راه ماجيسكول، هذا ال راه مينيسكول صغيره. وحنا كنا قرينا في الدرس ان كاين دي زاتوم اللي ما كنكتبوهمش غير بحرف واحد، كنكتبوهم بجوج ديال الحروف ولا جوج حروف. اذا داك الجوج ديال الحروف الاول كيكون ماجيسكول والدوزيام مينيسكول. ومهمه هذه، الا كان مينيسكول راه اوتوماتيكمون اتوم. غادي نشوفوا الحاله اللي الحرف الدوزيام ما غاديش يكون مينيسكول وغادي يكون ماجيسكول، كي غادي نقولوا لها. دونك نفوتوا اللي موراها سي او لو.
CO2 راه فيه جوج ديال لي زاتوم، باش عرفنا بلي فيه جوج تاع لي زاتوم، فيه سي ماجيسكول وفيه الاو ماجيسكول، فيه سي الكربون وفيه الاو الاكسجين، وزايد كاين واحد العدد اللي هو زوج، دونك راه اوتوماتيكمون هذا موليكول. ها هو الحاله اللي كيغلطوا فيها عاوتاني البعض. مثلا هذه الحاله اللي فيها سي او فيها جوج ديال لي زاتوم، ولكن ما كاينش العدد، ما كاينش شي عدد هنايا، ولكن كاين اتوم اللي هي الكربون، كاين اتوم ديال الاكسجين. وحنا في التعريف ديال لي موليكول واش قلنا؟ ان الجزيئات تتكون من ذرات متشابهه او مختلفه، يعني هنايا من ذرات متشابهه مختلفه، هنا عندنا جوج ديال الذرات مختلفه، يعني عدد الذرات هنا راه زوج ماشي غير وحده، دونك هذه غادي تكون موليكول. هنا مثلا نفس الشيء بالنسبه لها بحال سي ال، الحرف الاول ان ماجيسكول، ولكن الحرف الدوزيام راه ا، هذا صوديوم اللي الاسم ديالو الحقيقي هو الناتريوم، دوك كنزولو ان ا. اذا هاد الار تابعه للان، بما انها مينيسكول تابعه للان، ماشي واحد الاطوم اخرى، هذه غير نفس الاطوم كيكونوا فيها زوج ديال الاحرف لي، دونك هذه اطوم. اش دو او، دونك هادشي دوك ولينا عارفينو اش دو او، راه كاين عدد وكاين جوج ديال الذرات مختلفه، دونك هذا موليكول. سي ال 2 كاين العدد اللي هو زوج هنايا، يعني كاين جوج ديال لي كلور، دونك راه موليكول. سي او هنا عاوتاني شي بحالو بحال الان ا، بحالو بحال سي ال، دونك سي والاو، الاو راها مينيسكول، لاحظوا هنا سي او وهنا سي او، هاد الاو راه ماجيسكول وهاد السي ماجيسكول كنا موليكول، هنا السي الاولى ماجيسكول دوزيام مينيسكول راه اتوم، دونك هذا حاولوا تعقلوا عليها، هذا الماده هي الكوبالت واحد المعدن، وهذا احادي اكسيد الكربون اللي هو غاز سام، دونك او اش سي ال. دابا اش سي ال، اش راها ماجيسكول، سي ماجيسكول، يعني سي ال راها اتوم و اش راها اتوم، دونك هذا راه موليكول، يعني فيه جوج ديال لي زاتوم. ان ا 2 ها هو ان ا راها اتوم، ولكن هنا عندنا زوج ديال لي زاتوم ديال ان ا، زوج، يعني بيمكن قلت لكم كما تشوفوا عدد راه موليكول. وتبقى لنا السي اللي هي اتوم ديال الكربون، وحدها لا عدد لا حتى شي حاجه، دونك راها اتوم. En photo, l'exercice numéro 2. Choisis l'écriture avec trois atomes de carbone. Le kitaba est le plus important. Alors, il va être le plus important. Donc, qui fait que la formule chimique ou là, en général, les symboles ou là, les formules. Donc, là, il y a trois atomes de carbone. La réponse correcte, c'est que c'est la dernière. واش قبلها ولا نديروها في لانديس، لانديس كيعني على اليمين وفي الاسفل. اذا هنايا راه كما قلنا في الدرس راه غنديروها في على اليمين وفي الاسفل. وعندنا لا فورمول دي موليكول دو، انا عطيتكم انا المعطيات، عندنا دوز اتوم دي هيدروجين وواحد لاطوم دوكسيجين، دونك فين غادي نكتبوا حنايا هذيك الزوج؟ مثلا هنا عندنا دوز اتوم دي هيدروجين وعندنا ان اتوم دوكسيجين، دونك واش هي لا فورمول الصحيحه؟ واش اش دو او، واش اش هاد الزوج الفوق اش دو او، دو اش او، ولا دو اش عاوتاني او؟ دونك حنا كما شفنا في الدرس ديالنا غادي نكتبوا زوج هنايا، عندنا زوج ديال الهيدروجين غنكتبو زوج، عندنا واحد اكسجين كما قلنا في الدرس الواحد ديال الاكسجين نقدو ما نكتبوش، دونك عندنا اش دو او هي لا صحيحه، يعني هذه هي لا ريبونس صحيحه. وهكا كنا شفنا في الدرس كيفاش نكتبو. دونك مثلا هنايا كيكون عندك لو سامبول ديال الاطوم الاولى وتكتب لو سامبول ديال الاطوم الدوزيام، وهنا في الانديس في هذه البلاصه يعني في الاسفل كنكتبوا لو نوم داتوم، وهنا عاوتاني نمشي للاسفل لو سامبول دو لاطوم، هذا لو سامبول هنا نومبر دو لاطوم، مقلوبين هاد الجمل، هنا لو نوم داتوم دوكسيجين، ولكن بما ان عندنا واحد فما كتبناش، فما كتبناش هاد الواحد، لان اوتوماتيكمون كي غتشوف او راه تعرف بلي راه واحد. اذا هذه هي الطريقه ديال الكتابه اللي نحتاجوها فهاد 8 بالضبط بعدا. دونك هنا عندنا لا موليكول دو فيتامين بي 6 اي كومبوزي دو، عندنا واحد الفيتامين بي 6، انت ما يهمكش هاد المصطلح حتى ما كتعرفهمش، مثلا ما تعرفش الفيتامين كي واش هو، ولا مثلا شي مواد كيميائيه عطيهم لك الاستاذ، ولكن انت اللي كيهمك اظن. اذا هنا يهمنا باش نكون، اذا باش نكون هنا عندنا 8 ديال لي زاتوم ديال الكربون، هاد الفيتامين بي 6 كومبوزي ولا كونستيتي با 8 ديال الاطوم ديال الكربون، 11 اطوم ديال الهيدروجين، واحد الاطوم ديال الازوت، 3 اطوم ديال الاكسجين، يعني هاد الجزيئه ديال الفيتامين بي 6 ها باش كتكون قال لك. دونك اول سؤال كان ديما كيتحط هذا، غيتحط في الفض ايكغيغ سا فورميل شيميك، كتب لنا الصيغه الكيميائيه ديالو. حنا كنا شفنا قبل كيفاش نكتبوا الصيغه الكيميائيه، قلنا كنكتبوا الرموز كنكتبوهم كاملين ماجيسكول، كل اتوم كنكتبوا الرمز ديالها، وكنكتبوا العدد ديال كل ذره، وكنكتبوها على اليمين وفي الاسفل،
كما غتشوفوا حاليا. دونك هنايا عندنا اديه لا فورمي شيميك، عندنا 8 ديال الاطوم ديال الكربون كتبنا سي ودنا 8 حداها، عندنا 11 الاطوم ديال الهيدروجين والرمز ديال الهيدروجين هو الاش ودنا 11 حداه. الاطوم دازوت هادو كيغلطوا فيها بزاف الازوت، الا وليتوا الجدول اللي راه عطيتو لكم في التمرين رقم 1 الازوت راه الرمز ديالو هو ان ماشي ا نسبه للنيتروجين. دونك هنايا غادي نديرو ان، وبما ان كاين غير واحد دونك بلا غاديش نكتبوها. وكاين ثلاثه تاع لي زاتوم ديال الاكسجين، دونك الاكسجين رمز ديالو هو او، والكتاء والعدد ديالو هو 3. ومنين غادي تشوف هادشي نتا منين غادي تعرف هاد الحوايج غتعرفهم من داك الجدول اللي عندكم في الدرس مكتوب، غتعرف الرموز ديال الذرات والاستاذ ما يمكنش يعطيك شي رمز تاع شي ذره نتا ما قاريهش. السؤال الثاني، اسكو لا فيتامين بي 6، هذا السؤال تاع هو مهم، اي تان كور بيغ سامبل او بيان كومبوزي. هنايا غنشوفو واش الفيتامين بي 6 هذا ديالنا واش راه سامبل ولا كومبوزي، يعني واش بسيط، واش جسم خالص بسيط ولا مركب. هذا السؤال غادي نحاول نجاوبو عليه افيك لا جيستيفيكاسيون، يعني جيستيفي تا ريبونس ضروري في هذا السؤال باش التلميذ يبان واش فاهم ولا ما فاهمش. دونك واش فوقاش نقولو سامبل فوقاش نقولو كومبوزي، تولي الدرس ديالك كتلقى كنقولو انكور بيور سامبل الا كانت عندنا هذيك الموليكول مثلا هذه مكونه بنفس النوع ديال الذرات، نفس النوع ديال الذرات. اما في هذه الحاله فهذه الجزيئه ديالنا ديال الفيتامين بي 6 مكونه من ذرات مختلفه، يعني كاين الكربون كاين الهيدروجين كاين الازوت كاين الاكسجين، في هذه الحاله كنسميوها كومبوزي مركبه. التعليل علاش غتقول له لانها تتكون من ذرات مختلفه، ونشوفوا حنا التعليل باللغه الفرنسيه بطبيعه الحال. دونك لا فيتامين بي 6 اي تان كور بيور كومبوزي كار الي كونستيتوي بار دي اتوم ولا بار بليزيور اتوم ديفيرون نقدر نقولوها ولا بار دي اتوم ديفيرون تاع صحيح. دونك هنايا عندنا الفيتامين بي 6 راه كور بيور كومبوزي مركب، هذه هي جوستيفيكاسيون كار الي كونستيتوي بار دي اتوم ديفيرون. غتقول لي استاذي اللي كانت في الحاله خرج لنا سامبل، يعني مثلا عطينا لكم هنايا مثلا ان 2 ازوت ولا مثلا عطينا كربون 60 ولا عطينا الكربون 40، يعني كاين غير سي ومكتوبه 40 ما كاينش مجموعه ديال لي زاتوم. دونك هنا واش غادي تقول، غادي تقول لنا تقول له في مثلا هنايا لو فيتامين ولا هذاك الكومبوزي اللي نهضروا عليه عطينا لك ماشي الفيتامين بي 6 بطبيعه الحال، هذاك الكومبوزي اي تان كور بيور سامبل كار الي كونستيتوي بار دي زاتوم كتكون من ذرات كدايرين ايدونتيك ولا سيميلار. هاد كلمه ايدونتيك ولا سيميلار كتعني متشابهه، ما تقولش هنايا اللي كونستيتوي بار دي اتوم وتسكت، يعني سواء في ديفيرونت سواء في الاخر. اللي مهم هنا في هذه الجمله كامله هي هاد ديفيرونت ولا ايدونتيك، يعني واش مختلفه ولا متشابهه، حيت البعض كيدير لك غير بار دي اتوم يعني مجموعه من الذرات، ولكن حنا اللي يهمنا فاش نعرفوا السامبل ولا كومبوزي هو ديك الذرات مجموعه من الذرات واش متشابهه ولا مختلفه، راه ماشي المهم هي مجموعه ديال الذرات. كما عطينا لكم مثال ديال سي 60 مثلا الكربون 60، راه كاين 60 كربون يعني مجموعه من الذرات، ولكن كي داير لك الذرات اللي مهم فيها هي انها متشابهه ماشي مختلفه. اللي كانت متشابهه راه سامبل، وفي هذه الحاله راه عندنا مختلفه راها كومبوزي. دونك فوتو التمرين رقم 5، هذا التمرين رقم 5 واحد الجدول نعمروه. اذا هنايا هادشي راه كاين في الدرس، التمرين كاين في يعني هاد باردون هاد الجدول كاين في الدرس، ودابا نقدروا نعمروه. كيفاش نعمروه سيدي وانا ما عاقلش مثلا الدرس كاع داكشي اللي خينا؟ مثلا دابا غادي عطيناكم كل تقريبا كل فق كل باردون كل لين عطينا فيه واحد المعطى. مثلا هنا عطيناك O2، عطيناك لا فورميل شيميك اللي هي O2 ثنائي الاكسجين. دونك هاد الموليكيل كسميتها واش هو الاسم ديالها، دونك O2 راه تولي الدرس ديالك O2 راه هي ثنائي الاكسجين. كانت اللغه العربيه تكون سهله، ولكن نتايا الفرنسيه حتى هي سهله، عقل بلي هاد دي كتعني ثنائي ودير اكسجين. دونك قال لك لاطوم كومبوزون لا موليكول، دونك لي اتوم اللي كيكونوا في هاد الموليكول. عندنا هنا O2 يعني شحال كاين اتوم ديال مثلا المكونات اللي كاينه في هاد الجزيئه. دونك هنايا عندنا دو اتوم دوكسجين، هاد لا فو هاد O2 كتكون دو اتوم دوكسجين. دابا نخدمو العكس ديال ملي كنا نكتبو لا فورميل، انا نعطيوك لا فورميل وتقول لنا باش كيتكون دونك هنايا الموديل ديال موليكول غادي دير كيما هاد الموديل، يعني غادي دير داكشي بار دي سفير. دونك هنا عندنا موديل ديال موليكول، مثلا هنايا حنايا في الدرس قرينا الاكسجين عنده واحد السفير خوج، عنده كريه حمراء. دونك هنايا غادي تاخذ شحال عندك من اتوم ديال الاكسجين، عندك زوج اتوم، زوج ديال لي سفير خوج.
هاد الموليكول واش سامبل ولا كومبوزي؟ وكما شفنا عاد دركي ان هذه كتكون مدرات كي دايرين راهم سيميلار ولا ايدونتيك متشابهه، اللي كتكون متشابهه راها سامبل. فوتو الدوزيام هنايا عطانا لا طون كومبوزون لا موليكول، عطانا دوز اتون ديدروجين وعطانا ان اتون دوكسيجين. دونك غادي نكتبوا لها لا فورميل شيميك، نكتبوا لها لا فورميل شيميك. لا فورميل شيميك ديالها هي اش زوج، كاين هيدروجين هيدروجين اش زوج، وكاين ان اتون دوكسيجين اللي هي لو. وغادي كسميت هاد اش دو او غتولي الدرس اش دو او راه هي الماء. هادو حوايج خصك تكون عارفهم، يعني ما مش نطلب منك شي جزئيه ما تكونش عارفها، ولكن جزئيات اللي تكون عارفهم يعني متداولين بزاف خصك تعقل عليهم. يعني اش دو او راه غتستعملها في التاسعه سانكيام تيزيام حتى البكالوريا. اذا او لو دونك دوز اتوم دي هيدروجين ان اتوم دوكسيجين، غادي دير لهم موديل موليكولير. الهيدروجين كما شفنا في الدرس عنده جوج ديال لي سفير، باردون الهيدروجين عنده سفير وحده اللي هي بلونش. دونك غادي نرسمو حنايا عندنا هنا زوج ديال لي سفير ديال الهيدروجين، غادي يكونوا بيضين وصغار اللي كيميزو انهم صغار. دونك هنايا عندنا كوريه حمراء تاع الاكسجين وجوج كواري صغار ديال الهيدروجين. وهذا بما انه كيتكون من ذرات مختلفه، كاين الهيدروجين وكاين الاكسجين، راه كومبوزي. ديازوت هنا عطاك سميتو ديازوت، دي ازوت ثنائي الازوت، يعني شحال فيه مضاد ديال الازوت؟ راه فيه دو زاتوم دازوت، كاين جوج ديال الضادات ديال الازوت. كيفاش كنكتبوه؟ راه باين الازوت اللي مزيلو هو ان، وغادي نديرو ان دو. الازوت كما شفنا في الجدول في التمرين رقم واحد عنده كيتمثل واحد السفير بلو. دونك هنايا عندنا بما ان عندنا زوج، دونك عندنا باردون جوج ديال لي زاتوم دازوت، دونك عندنا هنايا جوج ديال الكواري زرق، وهذا طبيعه الحال كيتكون من نفس النوع ديال الذرات. دونك هذا راه سامبل. نفوتوا لهذا، هذا عطاك غير الموديل موليك دي موليكول، وانت غتجبد لنا هذا الشيء كامل. دونك هنايا عندك جوج كواري حمر وكره كحله، وانت راك تعرف بلي الكره كحله هي الكربون والكواري حمر هما الاكسجين. دونك المكونات ديال هاد الذره هما دو زاتوم دوكسيجين وان اتوم دو كربون. دونك تقدر تكتب لنا لا فورميل شيميك، الكربون رمز ديالو سي، الاكسجين رمز ديالو او. الكربون كاين غير واحد ما غاديش نكتبو واحد، الاكسجين كاين زوج غادي نكتب وحده زوج. دونك هذا سي او دو. وهذا واش غادي نشوفو دابا؟ لا سي او دو انت راك عارفو بلي هو لو ديوكسيد دو كربون، ديوكسيد دو كربون ثاني اكسيد الكربون. واللي ماكنتش عارف هاد الجواب او موان تجاوب على هذا اللي هنايا. دونك هنايا هذا سامبل ولا كومبوزي فيه جوج، انت عارف عاد قلنا بلي جوج ذرات مختلفين كاين الاكسجين وكاين الكربون، دونك هذا كومبوزي. يبقى لنا اخر واحد اللي هو الميثان. الميثان عطيناك لا فورمي شيميك ديالو لانه هذا هذا غير متداول بكثره. دونك عطيناك الميثان السميه، عطيناك لا فورمي شيميك، قلنا لك اسيدي باش كيتكون، باش كيتكون كيتكون ربعه ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين و ان اتوم ديال الكربون. بعد ديال الاتوم ديال الهيدروجين ان اتوم ديال الكربون جبناهم منا، وغتكتب ترسم هنايا واحد الكريه اللي نوار وضاين بها اربعه ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين اللي كريات بويض وصغار. ودونك هذه اوتوماتيكمون راها باينه بلي راها سامبل، ماشي باردون راها كومبوزي، لانها كتكون من ذرات اللي مختلفه، كاين الهيدروجين وكاين الكربون. اذا غنكونوا وصلنا لاخر الفيديو ديالنا ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال يطرحه في الكومنتات، وغادي نحاول نجاوبكم على اي سؤال ديالكم ان شاء الله.